ازاي احوالك؟ ازاي كابتن عزة؟ طمني عليك. والله الحمد لله يا كابتن عزة كله تمام. زمايلك حلوان اخبارهم ايه؟ والله كله تمام يا كابتن عزة. واخبار الفرقة بتاعتك؟ والله الحمد لله تمام. يلا عايزين نبارك لك قريب. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. هما بيسالوا في فرقة ايه يا رمضان؟ انا بتروجيت. بتروجيت اه داخل هو المصري. داخلين ترقي اه ان شاء الله. هو طبعا ما بنتكلم في الفترة اللي انا جيت فيها حلوان ومسكنا نادي التصنيع فاكر رمضان؟ اه طبعا. تقدر انت بقى تدينا فكره والله الفرقه كانت ايه وبقت ايه؟ والله يعني بيعتبروا من احسن موسمين لنادي التصنيع، واعتقد كان الطموح كبير جدا جدا وكان ممكن فعلا يتحقق، واتعملت فرقه حقيقه على مستوى عالي جدا في الموسم اللي احنا طلعنا فيه دوري ممتاز، وعملنا موسم هايل. يمكن بس كان بينقصنا ان احنا ما كانش عندنا ملعب، كنا بنلعب في ملعب الترسانه، واعتقد ان دي فرقت معانا بشكل جامد جدا. يمكن انا هقول نقطه مهمه جدا، جانب تاني غير الجانب الاداري اللي متفوق فيه كابتن عزت ابو روس في بشكل كبير جدا، الجانب الفني عنده. اعتقد ان انا كمدرب حتى اتعلمت من الكابتن عزت الحقيقه نواحي فنيه كتيره جدا جدا جدا، واهتمامه ازاي بالفرق اللي احنا كنا بنلعبها وبكل صغيره وكبيره في الفرقه، والتكتيك اللي كنا بنلعب بيه. اعتقد ان الكابتن مصطفى عصمت كان متولي الناحيه البدنيه، والكابتن عزت كان متولي الناحيه الفنيه فعلا. وحقيقه يمكن الموسم ده احنا يمكن اخذنا من النادي الاهلي 3 بونت مكسب ماتش وتعادلنا مباراه، ويمكن دي كان ليه فضل كبير جدا الحقيقه كابتن عزت في نتائج كتيره جدا حققناها، وكان مستوى عالي جدا. لكن زي ما بقول ان كان بس بينقصنا ان احنا كنا نلعب في حلوان يعني. وكان برضك من العوامل اللي هي ساعدت برضك ان احنا ما نكملش يا رمضان ان ابتدى الدعم اللي كان موجود ايام دكتور اشرف في ال بالظبط، فدي فرقت معانا كتير بالظبط. ويمكن كان الطموح، عشان كده بقول كان الطموح كبير جدا لكن ما اتحققش عشان النقطه ديت لما دكتور اشرف طبعا مشي، وطبعا الدعم قل طبعا. طب لو سالتك يا رمضان دلوقتي سؤال، انت كنت لعيب ودلوقتي مدرب، ايه الفرق؟ الحقيقه الفرق كبير جدا. يعني الفرق ان انا لعيب كوره ببقى مسؤول عن نفسي ومسؤول عن النواحي البدنيه والفنيه لنفسي، كنت مثلا محافظ على نفسي الحاجات دي كلها. لكن الحقيقه كمدرب دي شغلانه حكايه كبيره جدا، ان انا مسؤول عن تيم، مسؤول عن ثقه مجلس اداره بيضحى فيا ان احنا بنحقق انجاز للنادي. واعتقد ان مهمه طبعا كبيره جدا، وان ازاي المدرب لازم يكون ملم بكل صغيره وكبيره. حته الحب كمان كمهنه كاحتراف دي بتفرق معايا مدرب، واعتقد ان دي الحمد لله رب العالمين يمكن دي فارقه معايا ان انا اخدها فعلا كاحتراف بشكل كبير جدا.